النهارده بدأ مران النادي الأهلي واستعدادا لمباراة يوم 15 في مران. اليوم موسيماني يجتمع باللاعبين والجهاز الفني. استأنف الأهلي تدريباته اليوم، والأهلي طبعا زي ما حضراتكم عارفين هيلعب مباراة إن شاء الله يوم 15، والنادي الأهلي تأهل إلى دور الربع النهائي بعد الفوز على إنبي. كابتن سامي قمصان قال إن مباراة إنبي كانت في غاية الأهمية خاصة بعد مباراة السوبر، وقال إن اللاعبين قدموا عرضا جيدا خلال هذه المباراة. أيضا في إطار الاجتماعات اللي بيعملها بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عمل اجتماع أيضا مع طبيب الفريق للاطمئنان على كل المصابين في النادي الأهلي، وعرف طبعا المواعيد اللي من خلالها سيكون كل الموجودين أو كل المصابين متواجدين مع الفريق. أيضا دكتور أحمد أبو عبلة بيكشف موعد عودة حسين الشحات وياسر إبراهيم. زي ما حضراتكم شايفين في الصورة كان الدكتور أحمد أبو عبلة قاعد أو واقف مع مستر بيتسو موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ في وجود دكتور عمرو محب مترجم مستر بيتسو. دكتور أحمد أبو عبلة أيضا طبيب الفريق تحدث عن تفاصيل إصابة الثنائي حسين الشحات وياسر إبراهيم، وقال إن حسين الشحات يعاني من إجهاد في العضلة الضمة، بينما يعاني ياسر إبراهيم من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية. أكد أيضا أن الثنائي سوف ينتظم في التدريبات خلال 48 ساعة، حيث يؤدي كل منهما برنامجا تأهيليا في الجيم على هامش المران الجماعي. كهربا وطاهر يكتفيان بجلسة في الجيم، إن شاء الله هيكونوا متواجدين مع بقية اللاعبين خلال الأيام القادمة. وموسيماني يمدد راحة الدوليين قبل الانتظام في معسكر المنتخب. الله يكون في عون اللعيبة اللي بتروح تلعب مع المنتخب الوطني الحقيقة، لأنهم دايما على طول الآلات شغالة، ويعني المواتير شغالة، لعيبة النادي الأهلي شغالة بشكل كبير جدا، والنادي الأهلي دايما ما بيتأخرش على المنتخبات الوطنية. عبد الحفيظ أيضا يجتمع مع موسيماني على هامش التدريبات، وطبعا اتكلموا فيما سيحدث خلال الفترة اللي جاية. وأنا عندي معلومات أن هناك سوف يكون هناك معسكر مغلق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إما في اسكندرية أو في الجونة خلال الفترة القادمة، لزيادة التركيز لكل اللاعبين، لأنه ده مهم جدا جدا جدا. طبعا موسيماني حتى قال في مؤتمر الصحفي الأخير أن هناك بعض الأخطاء التي يجب أن يتم علاجها في الأيام القادمة. عنده 20 يوم، يقدر خلال العشرين يوم القادمة دي يقدر إن شاء الله يكون هناك شكل جديد للعبة النادي الأهلي بعد هذه الفترة. طيب